potato and متقشرة and متقطعة. وادي قشرة الليمونة الحبايب and the ليمونة اللي متقشرة and حتت صغيرة اهي. شايفة؟ هيجي ليمون، قشر ليمون وبطاطس. خلاص؟ لا لسه خلاص. ده ايه؟ كنت من شوية برقص 10 بلدي وخمسة بسرة مع واحدة صبار كبيرة بمغولة كده. يا استني لما اتبهلك يا اختي. مفيش حاجة باين، انا لابس كالسون من تحت، في كالسون يا اهي كده عشان في زغاليل بتقعد تتفرج على ابي. صبارة القشرة فقط، قشرة الصبارة مع قشرة الليمونة بتاعتك كده، وقشرت عشان الناس اللي لسه داخلة، قشرت الليمونة بتاعتي واخدت منها القشرة اهي. هضربها ضربة وهنزل بعد كده بالبطاطس النظيفة المغسولة المتقطعة عشان اوريكي طريقة الحركات اللي جاية هنكون لإيه بالظبط، ونحضر حاجاتنا ونطلع بالصاروخ الجديد أرض أرض. احنا نزلنا بالبوتيتو، لا ما اسمهاش بوتيتو، اسمها بطاطس. تاتس تاتس بيبي تاتس، بطاطس نية متقطعة مكعبات، بطاطساية نص متوسطة مش مغولة، وليمونتين ليمونة على حسب. مش هتعملك حساسية متقلقيش. هديكي، لا مش تحت البكيني، انا عملت تحت البكيني، انا هعمل حاجة تانية تحت الابط دلوقتي. مش طبيخ هو نو no. اصلها بتهبط، هي بتطلع زي الموج تعالى وبعدين بتهبط عالدغري وبسهولة، كلها من بابا مخنوقة. اهلا بالفقراء. ايه ده؟ ماسك بس مش هشتغل، مش معايا ولا ايه نظامكم؟ مهضومة. بتهضم بسهولة انا. الحمد لله. وبتروحي الحمام بعد ما بتتفرجي علي. يس مهضومة ولا مهضومة. نادية هلو نادية، انزلي بالبطاطس بتاعك جوه المعصرة عشان تعصريها وتاخدي منها الخلاصة بتاعتنا. بطاطساية قسمناها نصين، تقدري تحطيها كلها انا احترمي، مش عارف احترمي مين يا امي، انت عايشة في اني زمن؟ ده المحترم هنا بيتاكل بسنانه، ما بيسيبوش حتى سنانه، بياكلوه كله بسنانه. احترم ايه؟ هادس في هادس حضرتك. قص الدكتور قصها ولحمها، بس في حتة عندها كانت ما اتلحمتش كويس، فانا ناوية خيطها. عارفة انا بعمل ايه. Alright here we go. انا سلحانة مالكم؟ كان غيرتهولي لايف. بطاطس، صبار، قشرة الصبار، قشرة الليمون، تلاتة جوه الحل. لا لا
لا لا لا لا. لبان ذكر مطحون بودرة، واحد ونص، وقلبي لبان الذكر بتاعك حتى يدوب في المادة المائية من الصبار، أحدث تكنولوجيا للفقراء ولا يهمني. دوبي اللبان الذكر بتاعك اللي مش هياخد منك وقت. اللبان الذكر بتاعك مع بعضياته مع الصبار والبطاطس، قشة الليمونة مع ده مع اللبان الذكر مهمة موت لنتيجة التفتيح اللي انا عايزاها. كده كده وبحاول اخليها تستوي اللبان الذكر بتاعي، واحسس ريحة اللبان الذكر مع الليمون، ريحة حلوة جدا جدا، ما هياش محتاجة اي معتر. لكن now هذه هي الفاينل بتاعي، الفاينل وهو سخن هنزل عليه بقالب كامل من ريحة البطاطس، ريحة اللبان الذكر مع الليمون، ريحة حلوة جدا جدا، كامل من المسك بتاعي وهو سخن. ليه داخل البطاطس المبيضة؟ محدش عمل الوصفة دي خالص قبل كده تماما. يكون التغيير، شايفين ريحة المسك حلوة قوي قوي، طمنة مش نص ولا ربع، طمن. البيكنج صودا اول حاجة بتنزل اهي، 1.5 سبون اهي، يعني معلقة ونص بس بالملاعق المعيارية اسمها 1.5، 1.5 انسايد من الشابة، that's the other half that's 2، يعني ملعقتين معيارية على تمن ملعقة من البيكربونات الصوديوم. اي بودرة تلج من بتاع البيبي بتاع السلوخات وتحافظات وبيبي احي بيبي اوف، يا هو ده بودرة، اهزيها دلوقتي ودمجي واحدة واحدة وعلى الهادي كده فوق المواد بتاعتك مع اللبان الذكر بتاعك علشان تاخدي الفوران اللي هتشوف. دابت ايوه، ابتدت تهدى ايوه مع التقليب بتهدى، كل لما تقلبي عدوك بيهدى. يعني ايه تقلبي؟ يعني تفكري كده هو ان انتي ماسكة عليه مصيبة سودة، مصيبة كده كانت جوه فندق من الجريسلين، جريسلين من الصيدلية، جريسلين مش فازلين، فازلين الطبي. الجريسلين هو المادة اللي بتحافظ على جلد البشرة. واقلب واشوف الخلطة تحتي هتحتاج قد ايه. بودرة البيبي بتاع التسلخات، فين الجوز الخيل والحرمية؟ طلعي جوزك من الدولاب، جوزي قليل الادب انا قاعد بره من امبارح حران. وهاخد على الكمية دي ملعقتين من النشا، يبقى تقريبا بمقدار مواد جافة انا وريتك بالمعيارية والنشا بالملعقة. لسه ده هي، انت حرة، انت واحدة غنية، انت واحدة غنية، احنا لا، احنا هنا بنعلم الفقير ازاي يعتني ببطاطو. يا في واحدة بتروح تشتري حاجة وتحطها وتحت بطاطها يبقى السواد اعظم. الدغري وبرجولة
محامي بابا مغلولة. تفتيح تحت الإبط، ريحتها حلوة يا أبي، طبعا ريحتها مسك. اهي بصي اهي اهي، الله 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 الله، ايه ده ايه ده ايه ده ده، بصي 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 بصي، شوفي كل أعوذ برب الفلق، بتشربها الجلد، بتنعم، بتبيض، بتطري، بس لازم تكوني شايلة شعر الوزة مفضل، مش هتحس بيه خالص لأنه ما حطيتش ليمون، حطيت قشرة الليمون. وآدي النوع الجديد من المخمرية 2024 لتحت الإبط. بصوا جمال الماسك بتاعي. عايزة تحطي بقى انتي زيت ياسمين، لافندر، حطي، بس انا بصراحة بحب ريحة الملح. ده كريم اللبان الذكر اللي انا صنعته الرخيص، اللي هو اصلا كنت لابسه فيه تيربونا بلاك دانتيل وعباية دانتيل، هو هنا اهو. بشرة تحتي تحت الإبط اهي، اوكي هاخد منها حبة فوق الكريمة. هنا كريم اللبان الذكر مع المبيض تحت الإبط من البطاطس واللبان الذكر والصبار، وهبتدي ادمجهم مع بعضياتهم. اني بودي لوشن يعني، بس انا حابه قوي اعمل نفس المكونات بنفس الكريمه، وده هيكون البودي لوشن بتاعي بعد ما بخلص شاور. وتقدري ان انت تاخدي ملعقه من اي كريم رخيص مش بيجيب معاكي نتيجه، يا ريحته حلوه قوي. وتقدري ان انت تروحي عامله تدليك على جسمك، جمالها حلو، ريحتها حلوه، التكتشر بتاعها حلو قوي قوي قوي. كده انا خلصت ضميري. على فكره يا جماعه انا بنام وانا هذا البطاطس اللي ضربناها مع الصبار ومعاها قشرة الليمون اهي، ضربناها في كبة. هتعملين بيها ايه؟ هعمل بيها ماسك، هعمل بيها ماسك، ماسك حلو ينفعني علشان الانتفاخات حول العين، وهوريكي تعمليه ازاي ببساطة. هحط اول حاجة على البطاطس بتاعتي نقطتين جريسلين، البيكنج سودا تاني فوق البطاطس، ربع ملعقة من البيكنج سودا فوق البطاطس بتاعتي، بيكربونات يعني ملعقة من الشابة، الشابة بتاعتك كده كده فوق البيكربونات، نفس المكونين اللي تحت البطاطو بيض. وقلبي البيكربونات بتاعتك مع ملعقة الشابة فوق البطاطس المضروبة في الخلاط. بصي الجمال، اخد ملعقة كبيرة من النشا بتاعي وهقلب النشا مع انت ضربتي ايه؟ ضربتي في الكبة بطاطسايه صح؟ مع ايه؟ مع حتة صبرايه، مع قشة ليمونية، انت محتاجة ايه جدا؟ دلوقتي هيجي دور اللبن البودرة، واحد اتنين، وكل يوم تاخدي مكعب من ده تلفيه حوالين وشك وتسيبيه، تلفيه حوالين العين
يضيع الهالات السوداء، تحطيه في اي حته، حطيه ودعيلي، حطيه ودعيلي ومنه لله اللي سرق شقايا. 5% عمري ما ارجعها لحرم واحد في السلك الدبلوماسي، كلكم عارفين وشفتوها وهي بتسالني. اذا انا مش متاكده من نتيجتها الخلطه دي عمري ما ارجعها لحد في السلك الدبلوماسي. البطاطس المتقشره ومغسوله وقشره الصبار مع حته من قلب الصبار المضروبه مع قشره الليمونه سلاح. حد يعمل لكم وصفه لتحت القبط من البطاطس بالشكل ده بدون شمع؟ باللبان الذكر، وصفه اللبان الذكر اللي انا حطيتها تحت قبط عندي بالمسك، ريحتها مسك حلوه قوي حقيقي، وهتهدي اي الرجيك، اي حساسيه هتهدي، وكده ابقى